بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة، أنا لو طلت أعمل كل يوم فيديو عن الصابون ده البلدي اللي متصنع في البيت ده، يعني هعمل لكم كل يوم فيديو عنه. شايفة الكوتش ده؟ هوريكي من شوية كان عامل إزاي. الصابون ده يا جماعة اختراع، في كل حاجة تقدر تستخدميه، حتى لو في تشققات في رجليكي هتغسليها بيها، فاضلي بس وش اللي هغسله بيه. والله غسلت بيه السجاد، وغسلت بيه الشرابات، وغسلت بيه البانيو والحمامات والحواض والألمونيا والاستلس. احنا بنقول ألمونيا عشان بتبقى تقيلة في غسلها، وبتبقى زرق، بيخليها لك مراية، وبعد ما تستعمليه بتبقى ايديكي ناعمة جدا. عارفة ما اقولك، صابونة بقوة الليمون، ما بالك لو عملتي الليمون نفسه واليوسفي والبرتقال، كل ده هتضيفي مكونات في صابونة. تخيل انتي النظافة بتاعتها هتبقى عاملة ازاي. عارفة يحللك كل مشاكلك. الناس اللي بتلبس كوتشيات بيضة والغسالة، طبعا معروف ان الغسالة بتغسلها كويس بس بتبهدلها بعد فترة، هنا مش هتعملي اي حاجة اكتر من انتي هتحطي الصابون كده على الكوتشي وتدعكيه بسبونشة خفيف. والله يا جماعة الصابونة دي اختراع، وبتوفر معاكي كتير جدا. المساحيق الوقت بقت غالية، الصابون السايل يعني ابسط حاجة اللي بيجي من عند الصبانة بقى رديء جدا، ومع ذلك غالي وما بيقعدش ومش بينظف معاكي، بتلاقي دهون متراكمة وعندك في الحوض. بل بالعكس، ما تغسلي بالصابونة دي بتسلك الحوض، بتخليه، شايفة الكوتش عامل ازاي، بكل سهولة. انا بس رغيت عليه، حطيت عليه مية زي ما انت شايفة، وعملته كده بالصابونة وبالاسبونشة. بعد شوية جيت مسشيت الاسبونشة عليه، الاسفنج عليه، نضف معايا وبقى مراي زي ما انت شايفة كده، ما اخدش اي مجهود. كذلك مشكلة الشربات البيضة، زي ما كانت بتدخل الغسالة زي ما كانت بتطلع. حل معايا المشكلة دي، بجيب الشربات وارغي عليها شوية بالصابونة واسيبها شويه، ولو حطيتيه مع الهدوم البيضه، لان الصابونه بتاعتنا حلوه قوي، بعد ما اتصبنت والصودا الكاويه بتاعتها راحت منها، حطيتها في الهواء لمده 10 ايام، الصابونه بقت صلبه وبقت تحفه معايا. زي ما قلت لك كده، تعملي بقى كل حاجه. الاستلس اهم حاجه، ايدك بعد الغسيل ايدك ناعمه جدا زي الحرير، مش محتاجه كريم ولا اي حاجه. بالنسبه لتشققات الرجلين، في ميه دافيه تحطيها في اي حاجه عندك، تحط رجلك فيها شويه وتقومي عامله بالصابونه على الحجر وتدعكي بيها رجلك، حلوه قوي. وبعدين ادهني رجليكي جريسلين اللي هو فازلين، ادهنيها اي كريم مرطب عندك، والبسي شراب رجليك حرفيا هتبقى ناعمه زي الحرير. يبقى احنا كده منتهى التوفير في البيت. تخيلوا كميه الصابون اللي اتعملت معايا، حوالي 30 صابونة، يعني الصابونة بتقعد معايا اكتر من اسبوع. بغسل بيها البوتاجاز، بغسل بيها كل حاجة تخطر على بالك، الرخام، اي حاجة عايزة تتلمع بلمعها بيها. حرفيا هتستغني عن كل المنظفات ما شاء الله. يعني ما تكسليش الموضوع، هتعمليه مرة واحدة بس وهتقعد معاكي اكتر من كام شهر. ارجعي للفيديو على الصفحة وعلى القناة، هترجعي تعملي كمية صابون هتبقى حلوة جدا. واستفيدي دلوقتي بايام البرتقال واليوسفي والحاجات دي، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.